السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفلالية. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم بلاطو مملحات كتجي زوينة بزاف، لا في المذاق لا في الشكل ديالها، وبطرق اللي هي بسيطة وفي المتناول. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير هذه المملحات. أول حقلة نوضع القليل من زيت الزيتون أو الزيت النباتية، نخليها تسخن واحد شوية، ثم غادي نضيف ليها الكفته او اللحم المفروم. بالنسبه للكميه فهي على حسب الرغبه ديالكم، انا درت 125 غرام، يعني غير كميه قليله، لان غادي ننوع في المملحات، ما غاديش ندير نوع واحد. وانتم على حساب اللي كنتوا تقدموا مثلا الضيوف او عندكم مناسبه، ف عندكم ميزانكم. غادي نضيفوا معها القليل من الكفته او توابل الكفته، اعتذر، البهارات الكفته اختياريه، الا ما كانتش عندكم ممكن ما تضيفوهاش. كندير واحد شويه، تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره مع هذه الكميه ديال الكفته اللي درت. غادي نضيف معها كذلك القليل من الفلفل الاسود والقليل من الكمون والملح، الملح طبعا على حسب الذوق. نحركو باش ما تحرقش لينا العطريه، ونار تكون مهيله باش تخلينا المجال فوقاش، يعني باش نفرتو الكفته ما تبقاش لينا قاصحه. صافي غادي نخلط فيها حتى نشوفها طابت، يعني ما كتاخذش الوقت كما كتعرفوا. وطبعا نفرتوها مزيان بهذا الشكل، نطفيو عليها ونزيدو ليها ما تبقى من المكونات، القليل من بودرة الثوم. بالنسبة لبودرة ديال الثوم فمن الأحسن تكون عندك 10 دراهم أو 13 دراهم اللي كدير الثمن ديالها، وكتجي تعطي مذاق مميز للأطباق ديالنا، خصوصا المملحات، وحنا يعني في رمضان على وجه في وجهنا، فتبقى عندكم واحد القريعة كل ما احتاجتوها ديروا منها. كنضيف جوج قطع من الجبن المثلث أو المربع، وضفت قبل شويه ديال القزبر ومعدنوس غير كميه قليله، وملعقه كبيره من الجبن طري، ونخلط. وها هي الحشوه ديالنا سهله يعني، ولا اسهل، وكتجي في المذاق لذيذه ومختلفه. اول حاجه كنجيبوا العجينه المورقه اللي فايت لي حضرت معكم في فيديو سابق، تهو تلقاو المقادير ديال اولا الرابط ديالو في اسفل الفيديو. وكنجيبو طابع اللي هو دائري، ممكن ديروه مربع وتشكلوه على شكل مثلثات، او دائري وتشكلوه شوسون عاديين. ممكن تستعملوا هاد العجينه ديال المرقه، او ممكن ديروا العجينه اللي فايت لي حضرت معكم ديال لي شوسون، العجينه البارده حتى هي كتجي شيشه وسهله، ونتيجة ديالها حتى هي زوينه. غنخلي لكم جميع الروابط في خانه الوصف اسفل الفيديو. غنقطع، وطبعا الحجم على حساب الرغبه، بغيتهم انا نديرهم غير صغار لان غندير منهم بلاطويات ديال الملح للمناسبه، يعني خصهم يكونوا صغيورين. وهذه العجينه اللي كتبقى لينا كنديروا طريف فوق طريف، ونعاودوا نطلقوها ما كتضيعش. كنجيبو كنديرو شويه ديال الحشو في الوسط، اما كنخليو العجينه هكا مدوره، واما الا بغينا تجينا شي شكل مختلف يعني، وهذا غادي نطولوها بالدلاك، يعني غنعاودو ندلكوها بشكل طولي كما غادي تشوفوا معايا بهكذا، غير شويه ما ترقوش العجينه بزاف، ونخليوها على جنب، وعاد نعاودو باش نعمروها حتى هي بالحشو. وباش تلصق لينا مزيان وما نخافوش انها تحل لينا، كنوضعوا القليل من اصفر البيض اللي كنحيدوا له الزفوره ديالو بشويه ديال الخل غير في الجوانب بحال هكا، باش نضغطوا عليها. ما نحتاجوش نديروا لا فرشيطه لا حتى حاجه، كتغلق مزيان وما كتحلش اثناء الطهي، وكنسدوا بهذه الطريقه، يعني هكا ملي كنطولوا كتسد لينا بسهوله وكتجينا بداك الشكل. اما الا خليناها دائريه عاديه فكنضطروا اننا نساعدوها ونهزوها بين يدينا ونعاودوا نسدوها كما غادي تشوفوا معايا هكذا، كتجي قصيره ماشي بحال الاخرى. وانتوما على حساب الرغبه ديالكم الشكل اللي بغيتو. غادي نستمر بنفس الطريقه، كنسدوهم وكنوضعوهم على هذا الشكل، ومن الاحسن قبل ما ندخلوهم للفران نديروهم في الثلاجه والمجمد. اذا في المجمد نخليهم غير واحد 10 دقائق، درناهم في الثلاجه نخليهم نصف ساعه 30 دقيقه، عاد نوضعوهم في صفيحه الفرن وندهنوهم باصفر البيض،
وندخلوهم بالفران اللي كيكون سخن مزيان، كنقصوا عليه دائما الحاجه اللي فيها العجينه المورقه، نقصوا العافيه ونخليوها تطيب على خاطرها باش كتورق لينا مزيان وتحمر من الاسفل، عاد نحمروها من الفوق. وقبل ما ندخلوهم غادي نديرو خطوط بهذا الشكل كما غتشوفوا، بسكين او بقطعه البيتزا بحال هكا، ومن الاحسن كذلك ان نفسوهم بواحد ابره او بكوردون باش ما يتشقوليناش او لا يتطقولينا في الطياب. ديرلهم واحد جوج تقيبات من الفوق كما غنشوفوا معايا. الشكل الثاني فغادي نطلقوا العجينه كذلك، يعني هاد الكميه اللي درت فانا ضاعفت المقادير ديال العجينه المورقه اللي درت من قبل، يعني الكميه الاخرى درت بها لي فولوفون، و هادي درت بها جوج شكال يعني لي شوسون، وهاد الكرواسون اللي غادي نعمرها من بعد. غادي نقطع كما كتشوفوا مثلثات، من الاحسن يكونوا طوالين باش يجينا الشكل زوين، ونبداو كنطويو بحال هكا وحنا راخفين يدينا، ما تزيروش يديكم باش كتلقى الكرواسه فين تنفخ وفين تورق مزيان وما تجيناش مدقصه لداخل. ضروري ترخفوا يديكم مزيان، الا بانت لكم المجاوش هاد المثلثات طوال يعني باش يعطيونا هذيك الدوره مزيانه، وفي نفس الوقت كانت العجينه غليظه، حاولوا مازال تدلكوها واحد شويه ماشي مشكل بدلك، وكنأكد رخفوا يديكم مزيان وانتوما كتدوروها. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، كنشكل كرواسات صغيورين وحتى هما بنفس الكيفيه، غادي ندخلهم الثلاجه والمجمد حتى كيبردوا مزيان باش كتجي يعني النتيجه احسن، عاد باش ندهنوهم وندخلهم الفرن، يعني هادو حتى كيطيبوا عاد كيتعمروا. كندهنوهم باصفر ديال البيض مع شويه الخل، وبنفس الطريقه حتى هما كيطيبوا، يعني كنسخنوا الفران مزيان كنقصوا كندخلوهم يتحمروا من التحت على نار مهيله على خاطرهم باش يتورقوا لينا ويجيو طايبين من الداخل. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى ندهنهم كاملين، وبالنسبه للزين ممكن اننا نرشوهم شي حاجه عاد ندخلوهم، او نخليوهم كما هما ونزينوهم من بعد بفرماج او باللي متوفر. انا نص الكميه غندير فيها شويه ديال البافو او بذور الخشخاش، ونص الاخر لاخر غنخليوه كما هو نتوما والرغبه ديالكم. صافي غادي ندخلوهم مباشره كيف قلنا يطيبوا على خاطرهم، ونرجعوا نشوفوا باش غنعمروهم. بالنسبه للحشو فانا غندير الحشو يعني اللي هو بلا طياب، الخس، جبن الساندويتش، وديك الرومي المدخن لدان فيمي، وكيبقى اقتراح فقط. ممكن نديرو هكا الفرماج، او ممكن نقصو من الحجم ديالو وانتوما على حساب الكرواسون قداش درتوه في القياس. كنديرو الخس فرماج، ومن بعد نديرو قطعه من الديك الرومي المدخن. صافي غنستمر بنفس الطريقه. هاد العجينه بغيتو ديرو العجينه، كاين اللي ما كيبغيش العجينه المرقه كتجي دسمه اولا كتجي هذا، ممكن طبعا ديرو اي عجينه بغيتو وبلا ما تحتاجو تورقو كاع، ديرو غير شكل الكرواسه وتعمروها. زينو التقديم كيبقى دائما اختياري وعلى حسب المتوفر. بالنسبه لي فانا درت في لي شوسون بعد ما طابو مزيان وتورقو، كنقطع جبن ديال الساندويتش بشي شكيل او مطابع، انا درت ديال الوريضه، ضفت معاه نصف حبه ديال الطوماط سوهيس اولا طماطم صغيره، وشديتها بكيوردون. ممكن كاينين هذيك اللي كيكون ديال المملحات او هذا العادي اللي كيتوفر في الدار. بالنسبه للفولوفون اللي فيه اللي حضرت معكم، درت نصف زيتونه اولا قطعه من الزيتون شرائح، وزدت واحد القطعه ديال السوريمي وتبتها حتى هي بهذا الشكل. وطريقة التحضير ديالو اسفل الفيديو في خانه الوصف. الكرواسه اللي كيما لاحظتوا درت لها تزيين اللي هو بسيط يعني غير بواحد القطعه ديال الكورنيشون. وبالنسبه للشكل الاخر الرابع فهما مملحات او ميني
كيك من أروع ما يكون. نحط لكم فيديو مستقل لأن العديد من الأخوات طلبوا مني من قبل أنني نحضره معهم، كيجي هائل لا في المذاق ولا في الشكل وناجح بطبيعة الحال. كنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفات تقدموها لضيوفكم أو المناسبات ديالكم. شكرا جزيلا على المتابعة والتشجيع، وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.